القوى الوطنية الجزائرية الذي يواصل تحضيراته لكأس العالم أجرى حصة تدريبية اليوم بالملعب المحايد للمركز بحضور أغلب العناصر الوطنية التي كنا ننتظر أن تلتحق بالتربص، وكانت طرفا في الحصة التدريبية على غرار يزيد منصوري الذي تحدث عن الأجواء الموجودة داخل المجموعة وأن الاندماج بالنسبة للاعبين الجدد لن يكون بالمهمة الصعبة. C'est bien, ils sont là pour apporter un plus. Il y a beaucoup de jeunes, donc ça va être la fougue, la jeunesse, l'insouciance, donc plein de facteurs intéressants pour nous. Donc on est content de les accueillir. Et puis bon, on va s'occuper d'eux pour un petit visitage. Non, de toute façon, on va tout faire pour bien les intégrer, pour qu'ils se sentent ici comme chez eux. Donc voilà, maintenant, on est une famille. C'est bien pour la suite aussi, on a un bon cadre pour travailler, pour bien se préparer pour ce mondial que tout le monde entend avec impatience. Et Inch'Allah, on va faire un bon mondial avec une bonne préparation. وبعيداً عن الضغط، الطاقم الفني للمنتخب الوطني الذي قسم برنامج اليوم إلى مرحلتين، وبعد الحصة التدريبية المرحلة الثانية كانت خاصة بالاسترجاع وتقوية العضلات بشتى الوسائل وبحضور جميع اللاعبين، هذا طبعاً في انتظار البرنامج الإجمالي لتربص سويسرا المراد منه بدرجة كبيرة التحضير الجيد والاسترجاع والرقابة الطبية للتشكيلة الوطنية التي يبدو أنها اندمجت مع بعضها البعض في أقل مما كنا نتصور. حقيقة هذا الناس كل يعني هذه شيء رائع وممتاز، خاصة لأن خاصة الجزائريين اللي في الخارج يعني راهم تحس باللي عندهم روح وطنية كبيرة، وزيد داروا دي كيلومتر باش وصلوا هنا، يعني أقل شيء لازم احنا كذلك نستقبلوهم. يعني المشكل برك مع اللاعبين برك دركم في التدريب، ورامي يدربوا داخل الصالة، درك نشوفوا ممكن من ناحية نظامية ممكن نزيد نديروا مجهود باش حتى هاد الولاد الصغار يشوفوا لي زيدول تاعهم. الله يسلمك. بارك الله فيك. شكلي بعد عندنا فرحة الشعب، سعيد اليوم حتى كمدرب رفع العقوبة على عبد الحاج والشوشي. سعيد اظن هذا الشيء ثاني يزيد يشجع، ونشكر مسؤول الاتحاديه وكذلك مسؤول الكاف لان عيسى حياته يعني اللي يسمح للجزائر خاصة باش تلعب كل العناصر خاصة العناصر الأساسية اللي معروفين نذير بن الحاج وفوزي الشوشي.